السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أصدقائي التلاميذ، إذا بعدما تعرفنا في الحصص الماضية عن درس الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزنا خصائص هذه القوة الاقتصادية والعوامل المتحكمة في هذه القوة أو التي كانت وراء هذه القوة، ثم بعد ذلك انتهينا بالمشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا دائما في إطار نفس النهج، ألا وهو استمرار التعليم البيداغوجي عن بعد. إذا تلامذتي الأعزاء، تردد على مسامعنا في وسائل الأخبار في كثير من الأحيان، خاصة منذ نهاية السنة الماضية أي 2019، بؤرة وباء فيروس كورونا، والأمر هنا يتعلق بالصين. وكثر الحديث والمحللين والخبراء وكثر حديث عفوا الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن كيف سيؤثر هذا الاقتصاد سيؤثر هذا عن الاقتصادي الصيني. إذا بطبيعة الحال، إذا سيكون موضوع درسنا اليوم الصين قوة اقتصادية صاعدة. إذا تعتبر الصين قوة اقتصادية صاعدة في العالم، وقد أهلتها ثرواتها الطبيعية والبشرية وانخراطها في مسلسل العولمة لتصبح أول قوة تجارية في العالم بفضل السياسة الإصلاحية التي تنبني على الانفتاح للعالم الرأسمالي. ولكن وبالرغم من هذه القوة، فإنها تعاني من مجموعة من التحديات التي تعترض طريق نموها الاقتصادي، من بينها المشاكل الاجتماعية على الخصوص. إذن فما مظاهر قوة الاقتصاد الصيني؟ وما العوامل المفسرة لهذه القوة الاقتصادية؟ وبطبيعة الحال، ما المشاكل والتحديات التي تعترض هذا الاقتصاد؟ إذن سنحاول كنقطة أولى في هذا الدرس تلامذتي الأعزاء، وهو إبراز مظاهر وتجليات قوة الفلاحة الصينية. إذا الخريطة التي بين أيديكم فهي تبين لنا انتظام الإنتاج الصناعي وتوطيني على مستوى المجال الصيني ككل. إذا نلاحظ بأن معظم هذا الإنتاج الفلاحي فهو يتركز على الواجهة الشرقية أو القسم الشرقي للصين. إذا لدينا مجموعة من المناطق الصناعية، سيمتها أو الخاصية التي تربط هذه المراكز الصناعية وهي حضور قوي لزراعة الأرز والشاي. إذا بالتالي نستنتج على أن الإنتاج الفلاحي الصيني ينتظم في ثلاث مناطق فلاحية متخصصة كبرى، إذا كل منها لمنتوج معين. إذا لدينا مجال تربية الماشية بالغرب، ومجال زراعة الأرز بالجنوب الشرقي، ومجال زراعة الحبوب بالشمال الشرقي. إذا الخاصية التي يمكن أن نستنتجها وهو وجود ثلاث مجالات زراعية كبرى بالصين. الخاصية الثانية أو المظهر الثاني الذي يميز الإنتاج الفلاحي الصيني، لدينا تنوع المنتوجات الزراعية والمنتوجات الحيوانية. بخصوص المنتوجات الزراعية، لدينا الحبوب على رأسها القمح، الشعير، الذرة والأرز، ثم المزروعات الصناعية وهي التي سبق أن عرفناها، أي القابلة للصناعة والتي تزود الصناعة أو تشكل مواد خام. إذن مثل الصوجة، التبغ، الشاي، ثم لدينا المزروعات العلفية كالشمندر والخضروات بتنوعها، بالإضافة إلى مغروسات شجرية. أما على مستوى المنتوجات الحيوانية، فالصين تتوفر أو تمتلك قطيع كبير من الأبقار والخنازير والأغنام ومنتجات الصيد البحري، بالإضافة إلى الدواجن. إذا الخاصية الثانية وهي تتعلق بتنوع الإنتاج الصيني. إذا هذا الإنتاج الفلاحي الصيني له خصائص أخرى تتميز بضخامة الإنتاج الفلاحي، بحيث عرف الإنتاج الفلاحي بالصين ارتفاعا مهما منذ سنة 2004 مقارنة بسنة 1974، وهي التي تشكلنا آخر
آخر الحدود الزمنية للنظام الاشتراكي المغلق. إذا تميز بإنتاج ضخم تبرز أهميته في المكانة التي أصبحت تحتلها الصين عالميا، كالرتبة الأولى في إنتاج القمح والأرز والقطن والأغنام والخنازير وما إلى غير ذلك، والرتبة الثانية في إنتاج الذرة والشاي، والثالثة في إنتاج قصب السكر. إذا هكذا نكون قد تطرقنا إلى ثلاث مظاهر أو تجليات أو خصائص أساسية التي تميز القطاع الفلاحي الصيني، نعيدها بشكل مختصر، وهي انتظام الإنتاج الفلاحي الصيني في ثلاث مناطق فلاحية كبرى يغلب عليها إنتاج القمح والشاي. ثم لدينا التنوع على مستوى المنتوجات الفلاحية ما بين منتوجات زراعية ومنتوجات حيوانية. الخاصية الثالثة والأخير، قلنا بأن الصين فهي تنتج كمية كبيرة من المنتوجات الفلاحية أهلها إلى أن تحتل رتب جد متقدمة كالرتبة الأولى في إنتاج الشاي وفي إنتاج القمح. إذا تلامذتي الأعزاء، ننتقل إلى إبراز خصائص ومظاهر الصناعة الصينية. إذا هذه الصناعة الصينية التي غزت العالم، ولا يمكن أن يوجد بيت في العالم إلا وأن تجد فيه منتوج صيني، لها مجموعة من الخصائص. أولها تطور مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي للصين من 44.3 سنة 1978 ميلادية إلى 52.1 سنة 2004. اعتبار الصين رابع قوة اقتصادية في العالم بتقديمها 7% من الانتاج الصناعي العالمي، وهي نسبة كبيرة جدا. استحواذها على حصة كبيرة من الانتاج العالمي في عدة صناعات ما بين 4.79%. تمركز الصناعة الصينية في الجزء الشرقي من البلاد لوفرة المواد الأولية ومصادر الطاقة وكثرة اليد العاملة والمساهمة الكبرى للدولة والاستثمارات الخارجية بهذه المنطقة. إذا كما تلاحظون توطين المجال الصناعي، فهو يتركز تلامذتي الأعزاء على الواجهة الساحلية الشرقية للصين. الخاصية الثالثة وهو تعدد المناطق الصناعية وظهور مناطق حديثة التصنيع خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. إذا حدوث تطور هائل في بنية الصناعة الصينية، بحيث الانتقال من الصناعة الأساسية اللي هي صناعة الصلب والفولاد والاستهلاكية التي ترتكز على النسيج والمواد الغذائية إلى الصناعات العالية التكنولوجيا مثال الإلكترونية الدقيقة والنووية والفضائية والعسكرية. إذا كل ذلك أهل الصين على أن تحتل رتب جد متقدمة على مجموعة من المنتوجات الصناعية، كالأولى في إنتاج الصلب والفولاذ وخيوط القطن والنسيج الاصطناعي ولعاب الأطفال التي غزت بها العالم، بالإضافة إلى الأحذية. إذا هذه أهم ما يميز الصناعة الصينية. إذا لدينا توطن أهم المناطق الصناعية على الواجهة الساحلية الشرقية للصين. الخاصية الثانية مساهمة القطاع الصناعي بنسبة مرتفعة في الناتج الداخلي الإجمالي للصين. الخاصية الثالثة التنوع الصناعي بين مجموعة من الصناعات، صناعة الثقيلة، صناعة الاستهلاكية، صناعة الخفيفة، صناعة العالية التكنولوجيا. ثم الخاصية الثالثة والأخيرة وهي تتعلق بضخامة الإنتاج الصناعي واحتلاله لرتب جد متقدمة. إذا بعد ذلك سننتقل إلى إبراز مظاهر قوة التجارة الصينية. إذا تتعامل الصين مع أغلب دول العالم خاصة اليابان، كوريا الجنوبية وباقي دول جنوب شرق آسيا كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وتتميز تجارتها الخارجية بخصائص منها. أولا بنية تجارية خارجية متنوعة، تتشكل صادراتها الأساسية من الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بالخصوص بنسبة 46.2 كأجهزة الحاسوب، أجهزة التلفاز إلى غير ذلك، ومواد استهلاكية مصنعة ونصف مصنعة بنسبة 42.6%. أما وارداتها فتتكون من مواد كيماوية بنسبة 11.8% ومواد أولية بنسبة 10.6% ومصادر طاقة بنسبة 9.71%. الخاصية الثالثة
وهو تطور حجم وبنية الصادرات وانعكاسها على قيمة المبادلات الخارجية، حيث انتقلت من 660 مليار دولار إلى 762.3 مليار دولار، وعلى الميزان التجاري الذي حقق فائدا بلغ 102.1 مليار دولار سنة 2005. وهنا نشير أن الولايات المتحدة الأمريكية فميزانها التجاري فهو يتميز بالعجز أو يسجل عجزا. على مستوى تعدد الشركاء التجاريين للصين، تتعامل الصين مع جميع دول العالم في مختلف قارات العالم، وتبقى هونغ كونغ أكبر مستورد منها بنسبة 24%، واليابان أكبر مصدر إليها بنسبة 23%. إذن مظاهر قوة التجارة الأمريكية إذن تتجلى في تعامل الصين تلامذة الأعزاء مع باقي مع جميع دول العالم، عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز تجاريا بتركزها على مناطق أو دول فقط. على مستوى البنية التجارية يغلب عليها المواد المصنعة، أن الميزان التجاري الصيني يحقق فائدا في الميزان التجاري، ثم كما قلنا تعدد شركاء التجاريون. إذن وراء هذه القوة الاقتصادية كما سبق أن رأينا في الاتحاد الأوروبي وكذلك في درس الولايات المتحدة الأمريكية، تقف وراءها مجموعة من العوامل أو الأسس أو المرتكزات، بدءا من العوامل الطبيعية. لدينا أمامكم خريطة تضاريس المجال الصيني، لدينا السهول، الهضاب، الجبال، مناطق تلية وصحراوية، ولكن يجب دائما أن نستنتج من الخريطة كيف تساهم هذه العوامل التضاريسية. إذن ليست جميع العوامل التضاريسية فهي مساعدة 100%. إذن دعونا نستشف بعض هذه العوامل. إذن بخصوص السهول، إذن لدينا انتشار السهول على طول المناطق الساحلية الشرقية للبلاد. إذن وجود سهول ساحلية غنية إذن تتميز بتربتها الخصبة وبمردوديتها. إذن ثم لدينا مناطق تلية وصحراوية في الوسط، ثم لدينا الغرب يتميز بهضاب وجبال. إذن العامل المساعد هنا في تفسير قوة الفلاحة الصينية وهو وجود سهول ساحلية، كما رأينا في درس الانتظام الإنتاج الفلاحي فهو يتركز بالقسم الشرقي. إذن فالعامل الذي جعل هذا التركز فهو أساسا يرتبط ب العامل التضاريسي الذي يتميز بانتشار السهول. هناك عامل مناخي آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو تنوع المناخ. هذه المناخات يمكن أن نميز فيها بين مناخات رطبة ومناخات جافة. فالمناخات الرطبة هي تلك التي تنتشر على طول الواجهة الساحلية الشرقية، بدءا من المناخ القاري، مناخ معتدل شبه رطب، ثم لدينا مناخ مداري رطب. إذن السمة الأساسية التي تربط هذه المناخات التي ذكرتها وهي وجود الرطوبة وبالتالي وفرة التساقطات. إذن العامل الثاني المناخي المفسر للتركز الفلاحي بهذه المنطقة وهو عامل أو ملائمة الظروف المناخية. أما الغرب فلدينا مناخ شبه جاف وجاف، ثم لدينا منطقة جبلية شديدة البرودة. إذن الغرب الذي لم نسجل فيه مجالات فلاحية فهو يمكن أن نقول بأن قساوة العوامل الطبيعية التي تتمثل في انتشار الصحراء كصحراء تاكلاماكان والجبال كهضاب التيبيت وقساوة المناخ، إذن فهي جعلت هذه المنطقة يعني أن تكون عواملها الطبيعية غير مساعدة على الإنتاج الفلاحي بها. بعد ذلك تلامذة الأعزاء على أن الصين، لاحظوا معي الخطوط الزرقاء فهي دلالة على شبكة مائية. إذن الصين لها أنهار كبيرة كنهر أوهايو، كنهر كيسيانغ، كنهر الأصفر، هذه الشبكة المائية فهي تعطي إقامة أو توسيع المزروعات المسقية. دائما في إطار العوامل الطبيعية، إذا
فالمجال الصيني فهو يزخر بموارد طبيعية وثروات معدنية وطاقية مهمة. إذن معظم ما يتركز في القسم الغربي من البلاد كالفحم كالبترول، كذلك استخراج البترول كاستخراج المناجم. إذن بالتالي فالمجال الصيني يزخر بموارد طاقية ومعدنية مهمة، إذن تنتجها الصين بكميات كبيرة جعلها تنتج تحتل مراتب جد متقدمة. إذن كالرتبة الأولى على مستوى إنتاج الزنك، الرصاص الأولى، البوكسيت الثانية، الفوسفات الأولى، الحديد الأولى، النفط الرابعة، الغاز الطبيعي السابعة، الفحم الحجري الأولى، والكهرباء الأولى. بخصوص العوامل البشرية، إذن ساهمت الموارد البشرية في تحقيق النهضة الصناعية الصينية، إذ وفر عدد سكان الصين البالغ مليار ما يقارب مليار وأربعة مليون نسمة، أي ما نسبته 21% من سكان العالم، سوقا استهلاكيا مهمة بالنسبة لجميع دول العالم بما في ذلك الصين نفسها، وساكنة نشيطة تقدر ب70%، تتميز بكونها يد عاملة رخيصة مؤهلة منضبطة. إذن فالعوامل البشرية يمكن تلخيصها في جزئين. أولا، أن الصين لها قوة استهلاكية مهمة محركة للاقتصاد، وكذلك لديها ثقافة استهلاكية قل نظيرها في العالم، بالإضافة إلى كونها قوة منتجة أي غلبت نسبة الساكنة النشيطة. ننتقل تلامذتي الأعزاء إلى إبراز دور العامل التنظيمي والذي كان له الأثر الكبير في الطفرة الاقتصادية التي حققتها الصين، أو في هذا النمو الاقتصادي الكبير. إذن مر التنظيم الاقتصادي بالصين بمجموعة من المراحل كما هو مبين أمامكم. إذن مرحلة البناء الاشتراكي المغلق، وسبق أن تطرقتم في درس التنمية على نموذج للدول التي عانت من التأخر التكنولوجي، وذكرتم الصين. إذن لدينا مرحلة البناء الاشتراكي ما بين 1949 إلى حدود 1976، هذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى مجموعة من المراحل. إذن مرحلة الخمسينيات تميزت بالقضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية والإقطاعية وتأميم أهم القطاعات الصناعية والتجارية. المرحلة الستينيات أو منتصف الخمسينيات وبداية الستينيات تميزت ببناء الصناعات الأساسية والتجهيزية وتنظيم الفلاحة في إطار تعاوني التابع للدولة وكمونات شعبية. مرحلة الستينيات إنشاء مجموعة من المؤسسات الصناعية الرئيسية الكبيرة الحجم. ثم مرحلة السبعينيات هي تحويل مركز تقل التنمية إلى غربي الصين. ثم أخيرا بداية تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج الذي فرضه عليها التأخر التكنولوجي. بمعنى آخر، أن الصين خلال فترة البناء الاشتراكي فهي وجدت نفسها يعني تعاني من تأخر تكنولوجي. مرحلة الإصلاح هي التي بدأت ما بعد 1978، كان لها مجموعة من الخصائص. إذن مرحلة الانفتاح على الرأسمالي العالم الرأسمالي في الفلاحة، إحلال المستغلات العائلية محل الكمونات الشعبية. ثانيا، إذا لاحظوا معي أن الصين ستبدأ تتخلص من تبعات نظام الاشتراك المغلق أو القديم. إذا تشجيع تخصص الإنتاج العائلي مع قيام بأنشطة أخرى غير فلاحية، تراجع قطاع الدولة على مستوى الإنتاج، تطبيق نظام مسؤولية التعاقد مع ربط المكافأة بحجم المنتوج المحصل عليه. إذا بمعنى أن الدولة أصبحت تقوم بعملية التشجيع في القطاع الفلاحي، والعودة التدريجية للسماح بالإنتاج العائلي والفردي. على المستوى الصناعي، هيمنت مؤسسات الدولة على القطاع الصناعي، بمعنى أن الدولة ما زالت تهيمن عليها، انتشار المؤسسات الجماعية القروية في الأرياف، ظهور مؤسسات المختلطة ذات الرأسمال الصيني، بمعنى أن الدولة الصينية بدأت تسمح بتواجد الاستثمارات ذات الرأسمال المختلط، تطبيق نظام المسؤولية في الدولة على المستوى التجاري وهو مهم ومهم جدا، بمعنى تحرير المنتوجات الفلاحية، تشجيع الصناعات التصديرية،
نهج سياسة الانفتاح والتعاون مع الغرب المتقدم في مجال التكنولوجيا لتدارك التأخر التكنولوجي، الانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من القروض كالبنك الدولي وما إلى غير ذلك، الانضمام إلى الـ OMC وهي المنظمة العالمية للتجارة منذ سنة 2001 لجلب الاستثمارات. إذن هذه أهم العوامل التي كانت وراء هذه القوة الاقتصادية المتسارعة والمتنامية للصين، إلا أن ذلك لم يمنع الصين من وجود مجموعة من التحديات التي تعترضها، ويمكن الحديث عن ذلك من خلال تفريض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، والآن نسجل حربا تجارية طاحنة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة المنافسة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض قيودا على المنتوجات الصينية، وتواجه الصناعة الصينية ضعف منتوجاتها واستهلاكها الكبير للطاقة، وترتبط الصين بالسوق الخارجي من حيث التزود بالمواد الأولية لسد حاجياتها المتزايدة أمام كثافة التصنيع وقوة الاستهلاك. تباينات مجالية، إذن يسجل تفاوت كبير بين الواجهة الشرقية التي تتميز بالظروف الطبيعية الملائمة. إذن الآن نفسر لماذا هذا التركز ديال معظم الأنشطة الاقتصادية والبشرية، نعم، والنشاط الاقتصادي الكثيف، والغرب الصيني الذي يتميز بقسوة الظروف الطبيعية كما تطرقنا إلى ذلك، وضعف الكثافة السكانية وهزالة النشاط الاقتصادي، كما يختل التوازن الاقتصادي والاجتماعي ما بين المدن والأرياف الصينية، حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي. المشاكل الديموغرافية والاجتماعية، وهي تحد ضخامة عدد السكان من مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها الدولة، وبالتالي فما كانت الصين متواضعة نسبيا في مجال مؤشر التنمية البشرية إذ يبقى متوسط، رغم أن الصين تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. أضف إلى ذلك انتشار بعض الأمراض، وكما بدأنا بهذا الدرس كتلك المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية سنة 2020 الذي حصد عدد كبير من الوفيات وأثر على الاقتصاد الصيني. الإكراهات الطبيعية والبيئية، إذن تعرف الصين عوائق طبيعية متنوعة منها غلبة المرتفعات كالجبال والهضاب العليا خاصة في القسم الغربي، وانتشار الجفاف في الغرب الصيني، مقابل تعرض الصين الجنوبية للفيضانات والأعاصير، كما تشهد المناطق الأكثر تصنيعا بالصين مشكل تلوث المياه والهواء والسطح وحدوث الأمطار الحمضية. إذن كخاتمة لهذا الدرس، إن النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة ينتظر أن يستمر لسنوات أخرى رغم المشاكل التي تعيق هذا النمو، إذن كانتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع الصيني وعلى الدولة ككل، وهو ما سيعزز التحول الجذري للاقتصاد، إذن وسيزيد من تحسن مداخيل الأسر والتراجع عدد الفقراء في البلاد. هكذا تلامذة الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، على أمل اللقاء بكم في حصص قادمة ومع درس جديد، وشكرا لكم.